الوقوف عند منع الاحتلال الصهيوني من إقامة صلاة العيد في المسجد الأقصى ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر اللجنة الإسلامية العليا في القدس السيد جميل حمامي. سيد جميل، مرحبا بكم. يعني بداية، بماذا تفسر قرار الاحتلال الصهيوني بمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى؟ ما الداعي في ذلك؟ أولا لابد من التوضيح أخي الكريم. نحن لم نسمع أن سلطات الاحتلال على شراستها وعلى تغولها أنها أصدرت قرارا بمنع إقامة صلاة العيد. طيب، صلاة العيد شعيرة إسلامية، نحن سنصليها إن شاء الله في المسجد الأقصى المبارك. طيب، ولكن الأمر الخطير هو ما تنوي به سلطات الاحتلال بالسماح لقطعان المستوطنين بالدخول بالتزامن مع صلاة العيد إلى المسجد الأقصى بوجود عشرات الآلاف من المصلين. وبالتالي يعني ما صدر عن الهيئة الإسلامية ومجلس الأوقاف ودار الفتية الفلسطينية بضرورة إغلاق المساجد الجانبية والفرعية وقت صلاة العيد ودعوة الناس التوجه إلى المسجد الأقصى لصلاة العيد وإقامته، بالتالي تم تأخير صلاة العيد حتى 7:30. نحن عادة نصلي صلاة العيد كالمعتاد يعني في 7:45، لكن تم تأجيلها إلى 7:30 ليفتح المجال أمام عشرات الآلاف من المسلمين المصلين الذين ينوون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك. ونحن نحذر هنا من خطط الاحتلال بالسماح بقطعان المستوطنين بدخول المسجد الأقصى إلى حدوث احتكاك لا سمح الله، لا ندري ما هي عواقبه، وهذا ينم عن غباء وعن تعدي و يعني اعتداء صارخ على حقنا في المسجد الأقصى المبارك. الحكومة الإسرائيلية مصابة بالعمى ومصابة بالطمم ومصابة بعدم وضوح الرؤية ماذا يمكن أن يحدث. وبالتالي نحن ندعو يعني عقلاء العالم أن يتدخل في هذه الحكومة المجنونة وأن يردعوها بعدم سماح لقطعان المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع وقت العيد عيد الأضحى الكبار. طيب سيد جميل، هناك ربما من يربط بين ربما قرار الاحتلال بمنع الصلاة في الأقصى وأيضا يربط بينه وبين خطة الاستيطان التي دشنها الاحتلال، لكن هنا إلى أي مدى ترى أن الظروف تسمح للاحتلال بالذهاب لأبعد مدى في مسألة الانتهاكات وأيضا خرقه للاتفاقيات الدولية؟ شوف أخي الكريم، الاحتلال لا يقيم وزنا لا للاتفاقات الدولية، وهو يرى نفسه أنه فوق هذه الاتفاقيات، وبالتالي هو لا يقيم أي اعتبار هذه الاتفاقيات. التزامن مع وقت صلاة العيد والسماح للمستوطنين وإقامة أو بناء وحدات سلطانية جديدة هي نفس العقلية نفس النهج التي تفكر بمنطق القوة ولا تفكر بقوة المنطق. هذه كما ذكرت لك حكومة مصابة بالعمى والطرش لا تفكر إلا بمنطق القوة، وهي تستغل حالة الهرولة التي نشاهدها من بعض الدول العربية نحو الاحتلال والاتفاقيات التي تتم فوق الطاولة وتحت الطاولة من قبل بعض الدول العربية التي أعطت الضوء الأكبر للاحتلال أن يمارس قمعه و يعني تغوله على الفلسطينيين وعلى المقدسيين وعلى المسجد الأقصى المبارك. سيد جميل، حركة المقاومة الإسلامية حماس حذرت من مخطط للمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى بحماية الشرطة الصهيونية في يوم عيد الأضحى المبارك، لكن ما الأوراق التي يمتلكها الفلسطينيون لوقف هذه الانتهاكات الصهيونية تجاه الأرض والمقدسات؟
شوف أخي الكريم، يعني ليس حركة المقاومة فقط هي، الشعب الفلسطيني كله يحذر، كل فصائل العمل الإسلامي والوطني والسلطة الفلسطينية والهيئات المقدسية حذرت الاحتلال من مغبة هذه الخطوة الغبية. نحن نملك ورقة واحدة وهي تشبثنا وتمسكنا بأرضنا وحقنا في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. نحن نملك قوتنا وحدة صفنا بضرورة يعني الاستجابة للنداءات الأوقاف والهيئة الإسلامية، بضرورة التواجد في المسجد الأقصى المبارك ليس فقط في وقت صلاة العيد إنما في كل الأوقات. وأنا كما ذكرت لك الذي أغرى الاحتلال بهذه الخطوات الخطيرة هو حالة التشرذم التي تعيشها المنطقة وبعض الدول العربية التي يعني تقيم علاقات إما فوق الطاولة أو تحت الطاولة مع هذا الاحتلال، وحالة التطبيع التي يعني بدأنا نلحظ آثارها السلبية والخطيرة على قضيتنا الفلسطينية. من القدس أمين سر اللجنة الإسلامية العليا في القدس جميل حمامي، شكرا جزيلا لكم.